اللي يداري ويعمر الكنيسة هو شخص مسلم، طبعا نحترمه ونقدره ونقدم له كل الشكر والامتنان. الكنيسة لقيتها عبارة عن خرابة، يعني ما حد يقدر يطبيها، وهسه أنا قاعد ما عندي لا شغل ولا أي شيء. بادرت مبادرة من عندي، يعني تطوعا من عندي من جيبي الخاص، يعني رممت البيت اللي موجود بيها، رممت شغلات هواية، يعني سويت الحديقة. الحديقة كانت عبارة عن تراب لا شيء، صارت بيها إيجار، صار بيها ورد، وصار بيها شو اسمه. اكو يجون منظمات، اكو شباب يجون لهنا، اكو يقيمون بعض المبادرات، مثلا يجون مثلا يشجرون الكنيسه، يجون مبادره بتنظيف الكنيسه وياي. طبعا هذه الكنائس هي من الكنائس القديمه بالانبار، واكو بعد عده كنائس عندنا، مو بس كنيسه مار غورغيس، عندنا كنيسه مريم العذراء، كنيسه مار ساوا، وكنائس اخرى، وكانوا من الكنائس المعمره. على مود نتفقد الكنائس اولا، ونتفقد شعبنا واهلنا اللي تركناه مجبرين، اللي كانوا بانبار، وهاي الناس اللي هاجرت وطلعت برا عينها على هاي الكنيسه، عسى وعلى ان تترمم. طبعا المسيح يعود، يعني ليش ما يعود؟ لانه بالتالي المكونات ما بينها هي متصالحه ومنسجمه،